أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر من الصلاة وأكبر من الصيام وأكبر من كل شيء، لأن ذكر الله هو في شرح الإمام الرضا عليه السلام لسورة الأعلى في تفسيره لآيات من سورة الأعلى: إن ذكر الله هو الصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم الرب بين صلاة الفجر وصلاة الظهر صلاة وسطى، ذكر اسم الرب بين صلاة الظهر وصلاة العصر صلاة وسطى. هذا رأي الإمام الرضا في مسألة وسط الصلوات التي هي ذكر اسم الله، ذكر اسم الرب بين كل صلاة وصلاة، يعني هي الصلاة الوسطى عمرنا، وقتنا كله ينبغي أن ينصرف بما هو أكبر بذكر اسم الرب جل جلاله. هذا الرب الذي صوركم بالحب وسخركم للحب لتحبوا أبناءكم وبناتكم وتجعلوهم في الذاكرين وفي الحافظين والحافظات، كما رأينا من هذين الحافظين ومن أختهما الصغيرة اليوم. رمضان كريم، ما هي؟ صدقت معي أن رمضان كريم كل القضايا. بس أنا أتساءل يا دكتور آزر شرب، متعجب ليش زين العابدين عليه السلام ما كان يعمل مناجاة سادسة عشرة ولا سابعة عشرة ولا عشرين؟ ليش بس خمسة عشرة مناجاة؟ هل هنالك رمز ما؟ ما علاقة هذا الرمز الخامس عشر بمنتصف رمضان بمنتصف شعبان؟ خمسة عشرة مناجاة. زين العابدين يستطيع أن يتكلم كما يتنفس مع الله. اسمعوا، اقرأوا أي كلام لزين العابدين تشعرون أنه يتنفس ذكر الله، لكن جعل المناجيات خمسة عشرة. وأظن وأرجو أن هذا الظن ليس إلا الخير وإلا الحب وإلا البركة وإلا التذكير، لأننا مع الذاكرين والذاكرات في شهر الصيام والصوم، الصيام عموم والصوم خصوص، الصيام عن الطعام والصوم في الصمت عن الكلام، مثل صيام مريم بنت عمران عندما صامت: إني نذرت للرحمن. بس كانت أمرت بالأكل، ما هي؟ غير هاي؟ يلا أعطيك هي بالآية، يعني أريد أن أقول لكم إن الدم كما يتحرك الدم ينبغي أن يكون القرآن فينا أيضا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا. شكرا. إذا الصوم هذا السلوك المريمي، الصمت. وعلى فكرة حتى لو أنكم تتابعون مريم المقدسة في المنام إنه من أنجح المسلسلات، ومثله أهل الكهف
في سوريا هذا العام. تابعوا هذين إنهما تفسير عملي لقضايا قرآنية. ألا حفظ القرآن ليس صعب، يؤكد لنا هؤلاء السادة الدكاترة، ليس صعب في سنة بسنتين يمكن حفظ القرآن كله في الرأس، ولكن عيش القرآن، قيام أهل الكهف من الكهف بعد بيوم ليلة نوم ليلة، فإذا تغيرت الدنيا، أو قيامة نشأة مريم وأنبتها ربها نباتا حسنا، كيف تجلى هذا النبات؟ أمر عظيم لاحظوه في تجسيده أو في تمثيله. هذا إذن مسألة الذكر، مسألة الذاكرين والذاكرات. طبعا الذاكر والذاكرة لا يعني أنه يترك المراتب العشرة الأولى، يمكن الذاكرون والذاكرات لا يصلون إلى هذا المقام العاشر إلا إذا صعدوا الدرجات التسع الأولى، ويمكن الذاكرون والذاكرات لا يستغربون من زين العابدين الردة 13 مناجاة الذاكرين إلا إذا قرأوا ما بعد وما قبل. ووقف قليلا عند رمزية الخمس عشرة، منتصف رمضان ومنتصف شعبان. 15 رمضان 15 شعبان، 15 شعبان ماذا يعني لكم؟ ولادة الإمام المهدي. ليش المهدي؟ إمام المهدي، هذا الإمام المهدي نسبة إلى المهدي، يمكن وهو القائم وهو حي يرزق. الإمام المهدي حي يرزق وهو القائم. تعرفي قديش عمره هلا؟ 1168 عام. بس هو بالنسبة للخضر الحي ولإلياس ولإدريس ولعيسى هو يعني ربيع، هو شاب صغير بالنسبة لهؤلاء الأحياء الأربعة، أو بالنسبة للرقمان الذي عاش ثلاث من سبعة أنصر، يعني 3500 عام. إمام المهدي مع الأحياء الأربعة. المهم أقول 15 شعبان إمام منتظر يجي يملأ هذا المهد الذي هو الدنيا، يملأها قسطا وعدلا. كمان تفرق بين القسط والعدل، ما أدري أهل القانون كيف يفرقون بين القسط والعدل. ربما يقولون إن القسط أن يكون القاضي المختص في مكانه، وإن العدل ما يصدر عن هذا القاضي المختص. فإذا يملأ الدنيا قسطا، أي يضع كل ذي اختصاص في مكانه، فتمتلئ الأرض ثمرات هذا القسط، هذا الاختصاص، فيكون